السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شلون أخباركم؟ أنا بحكي معكم من أخوكم مصطفى الأمين من قناة أكلات حلبية طيبة وهنية. كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم سالمين. اليوم نحن نزلنا عند الوالدة بدها تطبخ رز فريكة، قلت لها أنا بساعدك فيهم. يعني اليوم عبارة أنا بس عن إشراف، يعني تقريبا عبارة بس عن إشراف. الله يرزقكم إن شاء الله الصحة والعافية. المكونات هي بتلزمنا لرز فريكة، بتلزمنا فريكة كيلو، رز كيلو ونص بغض النظر عن نوعه، وبزمنا كيلين ونص فخاد مثل ما تكون شايفين، او فروج مقطع بمشي الحال. هاي المكونات كلياتها. هلا نحن ايش نساوي؟ هذا الفروج بدنا نحطه بطنجره، بنحط معه ورق غار. ورق الغار ايش شغلته؟ شغلته انه يسحب الزفره، الزفر من نهايته، ويصير طعمته اطيب يعني. بس هاي هي هلا ايش نساوي. وبعدين بعد ما تستوي الفروج ونسحب المي تبعيته، بدنا نطبخ فيها الفريكة، نطبخ فيها الرز، مشان الدسم اللي بمية الفروج تاخذها الفريكة وتاخذها كمان الرز. هلا انا برجع لكم ان شاء الله بعد ما نحط الطنجرة على النار، نحط فيها الفروجة وتبلش المي تغلي، برجع لكم ان شاء الله. وهلا هيك نحن نشق الفروجة، صار لها قريب الساعة هلا على النار. اوه ريحة طيبة. هاي ورق الغار عليها، هاي ورق الغار، فروج تقريبا رايح يستوي، ريحة طيبة. هدول هيك بنقعد من قلبي مشان يستوي بشكل كامل. لسه بدهم قريب النص ساعة تقريبا. هيك نحن قلبناهم كلياتهم، الفخاد بالاسطورة. نرجع نغطي تحته عليهم ونخليهم، نرجع لكم بعدين. وهيك رجعنا لكم. هلا الفروجة استوت، الفروجة هلا بدنا ناخذ اللحم منها ونعيف المرقة. بس ننقله لهون، هذا الغاز الله مطفي، نجي لهالشقفة هيك مثل ما يكون شايفين. نحط اللحمة هون، بسم الله الرحمن الرحيم. ريحة طيبة. مو ما بتنشال معي، عم تفرط مستوية لأني زيادة. شوفوا هاي تشلح الجلدة لحالها، الجلدة هي تشلح لحالها. أنا ما بحبها بس أهلي بحبوها، يعني ما بطلع بإيدي شي. أنا هون أنا بالبيت الجلدة كلها بشيلها، هون بياكلوها. شوفوا شلون اللحم عم بفرط، بدي شي تاني أشيله فيه. هلا هذا اللحم بدي استناه ليبرد بعدين بفقشه مثل هيك. ورق الغار وهي الشيء بدي اشيله، ما راح يفو فيه. هلا نحن بدنا نطبخ معكم الفريكه. الرز بتعرفوا شلون طريقه طبخه، كل كاسه رز كاسه ونص مي. يعني هلا انا حيطت 8 كاسات رز، بدي احط 12 كاسه مي. انا هلا بدي اطبخ الفريكه. نزمني للفريكة، خلصنا هلا اللحمة. هلا هاي الغاز هون محمر، روحي 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 نار. هاي النار هيك الله يجيرنا من نار جهنم. حطينا الطنجرة. هلا هو بدي احط 10 كاسات مي، يعني الفريكة بتلزم كل كاسة كاستين. انا بدي احط مي فروج هلا. هاي اول كاسة، هاي ثاني كاسة، هاي
هي ثالث كاسة، وهيك لحتى العدد يصير 10 كاسات برجع لكم ان شاء الله. وهيك نحن حطينا بدل العشر كاسات 11 كاسة، حطينا كاسة زيادة. البرغل والفريكة ما مثل الرز، يعني عياراتهم بيضة 100%. هلا المي بلشت تغلي، هي اصلا سخنة وصارت تغلي. بعمل هيك بحط الفريكة عليها بشكل مباشر، هاي الفريكة بعد ما انقيها طبعا، ببقى فيها مثل هدول هيك افرجيكم اياهم، مثل هيك ببقى فيها من هالاشكالات، بتشيلوهم اذا فيها حجر بتشيلوها، بتحطوها بسم الله الرحمن الرحيم بالعملية هيك فورا. بعدين بتجيبوا معلقة بتحركوها تحريكة. هلا بقى بتدوقوا المرأة هاي، هلا بتدوقوا اذا بدها ملح بتحطوا لها ملح، يعني هاي هلا بصفي لكم انتو، بدها ملح بتحطوا لها ملح، ما بدها ما بتحطوا لها. نجيب ندوقها نحن. إذا بدها ملح ولا لا؟ ملحة كويس. هون نحن سلقنا الفروجة حطينا لها مع ملح، لأني تعرفوا يعني كالعادة مثل أي مرة يعني ملح هي شيء اختياري لكم يعني. هلا بتحركوها هيك تحريكتين ثلاثة. حركوها هيك تحريكتين ثلاثة بس. بعدين بتوطوا الغاز تحتها، ما بتعلوه، بده يكون غاز واطي. الغاز هلا موطى على الاخير، وطيته. بحط لها غطا. وهي غطا. وبرجع بطلع عليها بعد 10 دقائق تقريبا، هيك انا موطيها بعد 10 دقائق بطلع عليها. هيك صار لها 10 دقائق الفريكه. ريحتها ولا اطيب من هيك يا حجي، فريكه غير. حركها هيك تحريكه، شايفين شلون حبيتها تقريبا استوت، شايفين شلون يا حجي غير الفريكه غير. هلا الفريكه بتنفرش، بتجاب صينيه كبيره بنحط عليها، بنحط فوق الرز وفوق اللحمات وكل كل يا عم الشيخ. فيها مي هلا شوي، فيها شوي سبتها شوي، يمكن ندوقها هلا كمان الفريكة. بسم الله. لا لسه بدها، هلا بدها غطيها بعد 5 ارجع اطلع عليها. هلا هي الفريكة دقتها، لسه فيها شوية قساوي وميتها تقريبا نشفت، بقى نحن مشان ما تحترق الفريكه معنا هي طبخه شوي دريك مني، وما كترنا لها مي من الاساس مشان ما تكتر عليها. انا حطيت لها اذا بتتذكروا قلت لكم 10، حطيت لها 11 كاسه. هلا بدي احط لها كاسين رخا، يعني كل مجموع حطينا هي 13 كاسه. هي وحده، في بعض انواع الفريكه بتستوي على 11 كاسه، عرفتوا علي شلون؟ او على 12 حسب تقديريا يعني، حسب نوع الفريكه اللي عندكم. هلا انا حطيت لها كمان كاستين، يعني صار حطيت لها 13 كاسه. انتبهوا المي رجعت صارت فيها. كمان هلا بدي اوطي تحتها، انا موطي تحتها من الاساس يعني قصدي. كمان شالت 5 دقائق اطلع عليها. انا قطعت التسجيل فورا، طلعت شفت ميته قليله، رجعت ضفت لها مي، فتحت التسجيل ضفت لها مي، يعني ما عرفتها 5 دقائق، لا هلا بتعيطها 5 دقائق. بكون صار لها بالمجمل حوالي ربع ساعة، هلا صار لها 10 دقائق وهلا بعيطها 5 دقائق ثانية، بصير لها بالمجمل ربع ساعة. هلا برجع لكم بعد 5 دقائق بفرجيكم النتيجة. وهلا هيك الفريكة صار لها بالمجمل 17 دقيقة محطوطة على النار هي عم تغلي. نطلع عليها تطليعة، فيها لسه شوية مي، حركها، انتبهوا انه ما تعلق من تحت أرضية الطنجرة عشان تستوي نظامي. نشوف شلون صار وضعها، هيك براس المعلقة بتشيله، سخنة
ده كمان في بعض الفريكة تستوي بربع ساعة، في منها بتطول تلت ساعة حسب نوع الفريكة. يعني هي هلا صار لها شي 17 دقيقة ولسه بدها شغلة 3 4 دقائق للخمس دقائق. هلا هي فيها مي، هلا شايفين فيها شوية لزوجة مي تمام فيها عم بقلع. برجع بوطي تحت الغاز على الأخير كالعادة، أنا موطيه بس بذكركم إنه لازم تكون عالية مغطية، وبرجع لها بعد 3 4 دقائق إن شاء الله تكون إن شاء الله استوت وخلصنا منها. بابا عليكم الرز، الرز انتو بتعرفوا عياراته. هلا هول الفريكة حطيت انا 11 كاسة مي ورجعت حطيت كاستين فوق على الكيلو الفريكة الواحد. هاي اكلت معي مي الفريكة، في بعضهم ما بياكلوا كل هالشي مي بياكلوا اقل. برجع لكم ان شاء الله بعد شوي. هلا هول لبين ما انا تسوي عندي الفريكة اللحمة هاي بفلية، شايفين لحالها بتطلع شوي سخنة لسه فلية، هي تنحط فوقها لاني نزل الكاميرا مشان تصير الصورة افضل. بسم الله فلية للحمة. هلا هاي الصدر عم فلي نحن، شايفين شلون مستوي الحالة عم بطلع، هذا المطلوب. انا هيك جلد ما بحبه سبحان الله، ضدهم يعني، حطهم على جنب. هي هيك الجلد بشيلهم بحطهم على جنب. كل عام وانتم بخير، كل سنة وانتم سالمين ان شاء الله، ان شاء الله السنة الجاي تحقق كل امانيكم. شايفين شلون عم تشلح لحالها، ما حدا عم شلحها، شايفين هي دليل انه مستوي وصار جاهز للطحن. قال كنت جاهز اطلق، شايفين ان شاء الله كان، شايفين شلون يا خيو، غير يا خيو يا خيو. ها هذا هيك الخط نشيله، حالها عم تشلح ما حدا عم شلحها، شايفين هيك لازم تكون فروج، لازم تكون مستوية. إذا ما مستوية بدها تعذبنا، شايفين لحالها لحالها ما تعذب طول. هيك نشيل العرق، نشيله جينا عند الوالدة صرنا نشتغل. أنا قبل كنت أجي أبرك، صلى الوالدة تعبانة شوي الله يلبسكم العافية يا رب، هيك حبينا نساعدها نفس الوقت فرجيكم شلون الطريقة. هاي سخنة شوي لسه، هون انا الفريكة رجعت ضفت لها نص كاسة مي، هلا حسبت حساب قلت بجوز تحترق. بقى هاي اذا قفلت مي زيادة
تعيفة لحتى تنشف ميتها عادي، بس انه بتحترق مشكلة. يعني صار حطيت بالمجمل 13 كاسة ونص. يا عيني يا عيني يا عيني، هدول الجلد هيك اذا حبيتوا تقلوهم بيطلعوا كتير طيبات، او حبيتوا تحطوهم هيك وتاكلوهم كمان طيبات. بس هدول الزفرات كتير يعني، بقى هاي الاكلة بشكل عام يعني اللي بيسأل على صحته لا يساويها، لأن هي أكلة زفرة تقيلة تقيلة، هي واحدة من الأكلات الحلبية التقيلة، هي مدمرة. هدول القرائط بياكلوها الولاد، روح قلبوا الولاد يعني، وقت تفلوا الفخذة بيطلع فيها هالقرقوطة، لا تكبوها، علموا عليها الولاد ياكلوها طيبة بتبقى. أنا عندي ولاد ببوسوا إيدكم، اتقتل عليها مقاتلة. هلا الفروجة صار لها حوالي 20 دقيقة، انا بس اخلص الفلاي بدي اطلع عليها، يعني شي دقيقتين رخا تكون صار لها 22 دقيقة تقريبا، الفريكة مو الفروجة. شايفين شلون؟ هاي كيلين ونص فخاد مع صدورة، انتو بتحسن تحطوا أقل أو أكتر حسب الكمية اللي بدكم إياها، يعني هاي اختيارية. هدول هيك السواد عروقة هدول لك بتاكلوا هن، بس انا ما عنجك مثل ما بقولوا ما باكلو. بسم الله ما شاء الله شو طلع منا لحم ما شاء الله. وكان هون عنده الفروج، اللهم صل على سيدنا محمد، بتحطها على النار تنفش. كنا نشتريها بحلب نحطها على النار تفقس، بتقول بعض الأحيان نشتري من عند ناس تكون هيك ضميرة قليل شوي، يكون ضرب الفروج أبر مي على السلق، أبر مي كلها بتكش بترجع الفروجة بتصغر. بس هون لا، ما عندهم غش، ما في. خير الناس كلها خير وبركة، كمان هون في غشاشين يعني كل مكان في، بس هون شي كتير يعني. هون واحد اذا انضربت سمعته ما بقى حدا يجي لعنده طاب يبصر كل شي يعني. عنا اذا انضربت سمعته بغير دكانه برجع بفتح من اول جديد، ناس تشتري من عنده عادي، بس هون لا. غير منطقته معروف اسمه، مو بكون في عنده موقع على الانترنت، الناس كلها بتعرفهم عن طريق الانترنت، لانه هون طلباتهم اكثر على الانترنت، طلبات خارجية. يعني عندك انت كمبيوتر او تليفون تطلب عن طريق الانترنت تجيك الفروج عندك على البيت.
هاي خلصنا هلا تقسيم الفروجه، بروح بغسل ايدي وبرجع لكم عشان طلع على الفريكه. وهلا هيك نحن رجعنا للفريكه. بسم الله، ريحتها كتير طيبه. هلا بظن استوت ان شاء الله، يعني ما بقى لحجة طاول. ندوقها بقى. هي صار لها 22 دقيقة هلا الفريكة، 23 دقيقة. أنا ما حطيت المي كلها فرد مرة، لأني قلت لكم في فريكة ما بتاكل مي كتير، في فريكة بتاكل، حطيت شوي. هلا بقى أنا بدي أجرب الفريكة أشوف إنه استوت ولا لا. بسم الله. استوت الفريكة، صارت طعمتها كويسة. هلا أنا بدي أطفي تحتها. بعد ما اطفي تحته بدي اساوي الرز، بعدين اقدم لكم اياهم مع بعض بطبق كبير. تابعونا للاخير ان شاء الله. هلا هيك بعد ما استوت الفريكه نهائيا، انتم بتحبوا تعيفوها حالها او بتحبوا تضيفوا لها كويه سمنه. اذا ضفتوا لها كويه سمنه بتصير اتقل، يعني بتجيبوا معلقتين سمنه تسخنوهم، هن بسخنوا بتحطوهم فوق وبتحركوها تحريكه. انا ما راح اسوي لها العمليه لان هي دسمه، انا مو سويتها بمي فروج دسمه كتير كتير. انتوا اذا حبيتوها ادسم من هيك بتجيبوا معلقتين سمنه بتحموهم على الغاز بتحطوها فوق وبتحركوها. انا والله عندي الفريكه استوت مثل ما قلت لكم، راح طفي تحتها واطبخ الرز، بعدين اخش اقدم لكم اياهم كلهم مع بعض. انتظرونا بالاخير ان شاء الله. وهي هي الرز بالفريكه، واحلى رز بالفريكه لعيونكم. وكل عام وانتم بخير، كل سنه وانتم سالمين ان شاء الله. بس بو اضافه واحده، الإضافة هي يا شباب يا طيبين يا كابر، المكسرات، مكسرات أي شيء بيخطر على بالكم بتصير. أنا عندي فستق عبيد كويته بالزيت، عملوا هالعملة هيك لعيونكم. وهيك نحن بكون خلصنا اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم وصفتنا. ما تكون شايفين كل ودي على الظلمه، كل ودي على الظلمه خيو. هاي هي وصفتنا لليوم. بسم الله ما شاء الله. هاي الفريكه مصفوفه، هاي الرز، وهي اللحم فوقه فروج، وهي جنب لبن لعيونكم شايفين. تصوير جوي هاد شي بشهي. هلا بقى لحظة الحقيقة، لحظة التذوق. الله يجزيكم الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين شلون الفريكة والرز واللحم والفستق. بسم الله الرحمن الرحيم. اشهد ابشد ابشد يا جماعة، اشهد والله طيبة، ما في اطيب منه. جنب لبن، يا الله ما اطيبة. بتمنى الكل يشارك الفيديو ويرسل بال اللي بحبهم. الله يجزيكم الخير. مشاهدين جدد اشتركوا بالقناة، والقدام شاركوا الفيديو، لا تنسوا لنا لايك. الله يجزيكم خير، كل عام وانتم بخير، كل سنة وانتم سالمين. اخوكم بالله مصطفى الامين، صاحب قناة اكلات حلبية طيبة وهنية. بتمنى لكم ان شاء الله السعادة، وان شاء الله السنة الجاي المفترع عن حبيبه بيلتم له، واللي بده يروح الحج بروح ان شاء الله، وبتنحلحل ان شاء الله امور الامة الاسلامية. كل سنة وانتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسونا من دعاء الصالح. السلام عليكم.